هنشوف دلوقتي زمايلنا، هنروح دلوقتي كنترول ونشوف زمايلنا اللي بيشتغلوا في كنترول اللي واقفين ورا الكاميرات اللي طول الوقت بيكلمونا وطول الوقت بيشتغلوا علشان المنتج النهائي يطلع في أحسن صورة. نشوف زمايلنا في الكنترول علشان يكلموا حضراتكم عن شغلهم وإيه أهم حاجة يعني لازم تتعامل وقت الهوا. مساء الخير يا شباب، كل سنة وانتم طيبين. عايزة كده بالتدريب بالترتيب أتعرف عليه. رشدي، حضرتك مسؤول؟ أنا متحكم في شبكة الإضاءة الداخلية كلها للاستوديو. حلو قوي. انتوا الهوا باستمرار في تغيير في كل برنامج، بيبقى في سيت اب غير البرنامج اللي بعده. ازاي بتعرفوا تلحقوا تعملوا القصه دي، تغيروا التكنيك بتاع الاضاءه؟ بسرعه، بتكنيكال، بتوجيهات من مدير التصوير، من قصه الاضاءه، بالبرمجه على الكنترول، بكل حاجه يعني. جميل جدا. أبنوب حسني سيسيو. أبنوب على طول يعني متألق معانا يا أبنوب. الله يخليك. أنتوا المسؤولين عن إن الصورة تطلع حلوة، الألوان تطلع مظبوطة، إنه اللون اللي أنا لابساه ده يطلع هو نفس اللون اللي أنا لابساه ده، ما يبقاش لون تاني. صح. كل مرة بيبقى فيه سيت اب مختلف، مش كده؟ طبعا. يعني بنبقى إحنا لازما يعني حسب بشرة كل مذيع، حسب اللبس اللي لابسه كل مذيع، حسب الإضاءة اللي معانا، بنشتغل على كده. انتوا المسؤولين ان احنا نطلع شكلنا حلو الحقيقه، واحنا لازم نشكركم. انتوا حلوين من غير اي حاجه. ربنا يخليك. طيب عايز اشوف برضو زمايلنا هنا اللي ورا الكواليس. احنا طبعا دلوقتي علشان ده وقت ما كناش نقدر ندخل نسجل في وقت الهوا، علشان طبعا ما نوقفش يعني ما نعطلش الهوا، فاحنا اخترنا وقت في الكنترول كان ما فيش هوا شغال، فمش كل زمايلنا طبعا الموجودين وقت الهوا كانوا موجودين دلوقتي. بس في عنصر مهم جدا انا ما كنتش اتكلم معاه وحضراتكم لازم تشوفوه، لانه من اهم العناصر في اكسترا نيوز، وهو ما كانش عايز يسجل وانا بالعافيه جبرته ان هو يسجل. محمد مجدي، سينيور بروديوسر اكسترا نيوز. محمد ازيك؟ تمام الحمد لله. ازيك يا مولى؟ اعتقد ان دي اول مره تسجل تطلع على الهوا، مش كده؟ انا بالعافيه يعني، انا اقنعته بالعافيه. ايه الاكتر حاجه مميزه في اكسترا؟ ايه اكتر حاجه انت شايف ان هي بتميز اكسترا عن اي قناه تانية؟ لا، حاجات كتير. احنا عندنا المذيعين بتوع اكسترا مهمين جدا، واجهه مشرفه الاكسترا، والكرو اللي ورا الكاميرا كرو محترم جدا، كرو كله مهمين. بس ايه اكتر حاجه حبيتها او شفت ان احنا تميزنا فيها في 2018؟ لا، واحنا متميزين بتغطياتنا وسرعتنا عامه، ان احنا سابقين الناس كلها. مع خبرة يعني مع الوقت شغل كتير بقينا متهيألي أحسن ناس بنعمل تغطيات. كنترول روم، هنروح بقى دلوقتي على النيوز روم. النيوز روم دي صالة التحرير اللي موجود فيها كل شباب الأخبار اللي بيشتغلوا ليل ونهار على أي مضمون أو محتوى هيظهر على الشاشة، سواء كانت الأخبار اللي بتتعمل في المواجيز أو نشرات الأخبار، أو كانت البرامج، أو زمايلنا كمان في الموقع الإلكتروني وصفحة الأخبار. مساء الخير يا شباب، أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، وأنا مش عايزة أعطلكم عن الشغل، بس عايزة أقول كمان إنه هنا بيطلع الموجز، موجز الأخبار بيتصور في المكان ده، علشان كده في الكاميرا بتبقى موجودة على طول زي ما حضراتكم شايفين. المذيع بيقف فعلا هنا في المكان ده وبيقول الموجز من النيوز روم، مش من كروما ومتفرغة، فعلا بيقف جوه النيوز روم. مساء الخير يا شباب، أخباركم إيه؟ عايزة الأول بقى أسلم عليكم. محمد بدر زميلنا، كل سنة وأنت طيب. إزيك؟ أخبار زميلنا بقى وحوش الآن، كل سنة وانتم طيبين، أخباركم إيه؟ أنا مش عايزة أعطلكم، تفضلوا عضو. هبدأ من زميلنا محمد بدر، هو مسؤول قسم التخطيط في إدارة الأخبار. محمد، كلمني عن شغلك. يعني بنتكلم عن قناة بتشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، مفيش day off، مفيش hour off، إحنا طول الوقت شغالين. إيه أهم التحديات في الشغل؟ إيه أكتر حاجة شايف إن هي مهمة في شغلك؟ هو بشكل عام يعني بنغطي بحاجات كتير. يعني اول حاجه احنا شغلنا في التخطيط خاص بالاجنده بشكل عام، سواء محلي، سواء على نطاق العربي، او سواء على نطاق الدولي. تمام، نبدا نجمع ايه اللي هيحصل بكره، ايه هيحصل خلال الاسبوع، ايه هيحصل خلال الشهر ان شاء الله. تمام، وبنبدا نبدا في كل حاجه نمسكها نفصصها كده واحده واحده، نقدر نشتغل عليها ازاي، سواء هنا
تمام، سواء لقاءات او غيره، تمام. في النطاق العربي برضه بنقدر نستخدم كل حدث في اي قالب بشكل عام، ده كلنا في الاداره هنا، مش قصه تخطيط بس. بس الاكثر حاجه بتصعبنا شويه ان هو موضوع لما بيجي يحصل احداث متتاليه كده كتير او بعضيها، يعني شويه هي دي اكتر حاجه بتبقى صعبه بالنسبه لنا شويه. واحنا علشان يعني شغالين عليها بشكل مستمر الحمد لله، متميزين فيها تمام الحمد لله، ففي لينك بيننا مستمر بشكل مستمر بس الحمد لله. حلو قوي احمد. انا عارفه ان انت طبعا، لا خليك زي ما انت بقى، انا مش عايزه اتعبك معايا. انا عارفه ان انت طبعا طول الوقت الناس بتشوفك قدام الكاميرا وانت بتصور التقارير، بتغطي الاحداث المهمه دايما في القاهره وبره القاهره طول الوقت. احنا بنبقى موجودين اسرع يمكن حتى من اماكن تانية او قنوات تانية كتير. كلمني عن اهم حاجه في طبيعه شغلك كمراسل، اهم حاجه انت عين المشاهد هو مستني يشوف اللي انت شايفه، اللي انت هتوريه له بالكاميرا واللي انت هتعلق تقول عليه، ايه اهم حاجه في شغلك؟ اهم حاجه في شغل المراسل ان هو يكون جاهز 24 ساعه، جاهز لاي وقت ان هو يتحرك، سواء من بيته، يا ما اتحركنا في اوقات الساعه 2 و3 بالليل علشان نغطي احداث كانت بتحصل، لازم نكون جاهزين 24 ساعه، جاهزين ذهنيا، جاهزين على مستوى المظهر، جاهزين على مستوى المعلومات. احنا بكل بساطه بننقل للمشاهد اللي احنا بنشوفه، واللي ممكن كمان عدسه الكاميرا ما تقدرش تفسره احنا بنفسره وبنديه للمشاهد. مهمتنا ان احنا نديله معلومات وحقائق فقط من دون اي وجهات نظر، بنديله المعلومات والحقائق اللي بتحصل قدامنا في اي حدث بنكون موجودين فيه وبنغطيه. احمد، امنياتك ايه ل 2019 على مستوى الشغل ولا على المستوى بشكل عام؟ لا يعني انا اعتقد انه يعني كلنا بنتمنى في 2019 انه المهنه بتاعتنا تتطور، التقنيات اللي بنستخدمها تتطور، سرعتنا وتغطيتنا او مواكبتنا للاحداث تكون بشكل اكثر مرونه من اللي احنا موجودين فيه، نتعلم من مدارس متقدمه عننا ونحاول ندخل هذا التطوير في مهنه الاعلام المصري. امنياتك كده للشغل، مفيش اي امنيات شخصيه؟ اكيد 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 حضرتك عارفه انه حياتنا كلها بتكون متمحوره في موضوع الشغل، يعني اصدقائنا ومعارفنا بيكونوا برضو من وسط الشغل، ويمكن ده جانب محدش يعرفه عن اي حد كمان يا احمد، علشان انت البيت كله شغل، البيت كله اكسترا نيوز، ويمكن مش كل الناس عارفه انه احمد زوجته ايمان الحويزي المذيعه المتالقه زميلتنا، فهو البيت كله اخبار والبيت كله نيوز، ودي الاجواء بتاعتك كل الوقت. عموما بالتوفيق ليك يا احمد، وان شاء الله كل اللي انت نفسك فيه يتحقق. هدى، ربنا يخليك. هدى يعني هدى بقى دينامو، دي الدينامو بتاعتنا. هو هدى لازم هتقفي علشان بقى معلش فرق الاطوال يعني، معلش اعذريني. هدى من هدى لسه كمان عايزين نبارك لها على المولود. هدى لسه عندها، كانت مخلفه مولود جميل كده وعاليه ما شاء الله، ربنا يخليها لك. وانا عايزه اعرف منك شغلكم في الان صعب جدا، يعني انتوا عندكم اخبار وموضوعات واحداث كتيره قوي في اليوم، وانتوا بتبقوا محتاجين كل ساعة إخبارية للآن تغطوا الموضوعات دي، وأوقات أكتر من موضوع، بتعرفوا تعملوا تلحقوا ده إزاي؟ صحيح، هي طبعا الآن هي بتعتبر التغطية الرئيسية على إكسترا نيوز، العدد ساعات الأطول يعني في البث المباشر. يعني الآن صعب فعلا في إيه، إن إحنا مفترض بنواكب أي حدث يحصل حتى لو حالا. أنا ممكن مثلا أكون مجهزة الأخبار بتاعتي والطلعة بتاعتي، وأجي داخلة الهواء ألاقي حاجة جديدة حصلت، فأروح لاغية اللي أنا عاملاه وأشتغل وأنا على الهواء، يعني كله أبديت أول بأول، واشتغل الجديد اللي حصل، سواء بقى إزاي أوظف كمان المداخلات اللي أنا بجيبها من خلال المختصين المسؤولين، كل ده بنعمله. فعلا المذيع بيكون إيه؟ قوليلي بمنتهى الأمانة، ما حدش هيعرف الكلام اللي هيدور بينا دلوقتي ده. المذيعين بيتقبلوا بشكل عام؟ طبعا بيتقبلوا، لان هم عارفين طبيعه البرنامج، هو اسمه الان، فالان دي يعني انا بشتغل على الحاجه اللي بتحصل دلوقتي، فيا اما بدخل وانا طلعتي بتمشي وماشي ما فيش حاجه، يا اما طبعا بقلبها خالص يعني. فلا، معظم المذيعين والمذيعات الحقيقه بيتقبلوا طبعا، وبيقدروا ان هم يتابعوا معانا ويواكبوا اي حاجه بتحصل، وانا على طول يا اما بحط على الاوتو كيو او بنطبع عليهم نديهم الورق لو في بيان، لو من جهه مهمه لازم اخده دلوقتي بنعمل ده. نتواصل بكل اساليب الاتصال، اوقات كمان على الواتساب والسوشيال ميديا، بنبعت لبعض لو في بيانات او تقارير صادره او حاجات زي كده، يعني احنا ما بنفوتش مناسبه. انا بشكرك جدا يا هدى، وكل سنه وانت طيبه. احمد الكومي زميلنا كمان يعني من وحوش الاخبار، وانت طيب بالف خير. عايزك تقول لي ايه اجمل حاجه حصلت لك في 2018 ونفسك تستمر في 2019 على اي مستوى؟
اجمل حاجه حصلت لي في 2018 بعتبرها في الشغل هو العلاقه اللي بيننا وبين بعض في الشغل كتيم، في الان بالاخص احنا دايما بنكون في تعاون تام بيننا وبين بعض. بنحاول ان احنا القناه تكبر وبنعتبرها ان هي بيتنا التاني وبنحاول نشتغل على ده دايما. يعني قولي انت كمجهود شخصي منك بتحرص انك تعمل ايه الحاجات البسيطه اللي بتحاول ان انت تعملها او تبرزها في شغلك علشان دايما نكون مواكبين ودايما المضمون اللي يطلع على اكسترا نيوز يكون مضمون مواكب وكمان مضمون ثري؟ دايما احنا بنحاول ان احنا نشتغل على الحدث اول باول، مفيش حاجات فوتنا. بنحاول دايما ان احنا يكون شغلنا مع مسؤولين، يكون شغلنا طبعا يكون المصادر بتاعتنا تكون معتمده، تكون مع مسؤولين، نكون نعمل ده بشكل اي خبر بيجي لنا او اي حدث بيجي لنا نحاول نعمل ده بحيث ان احنا دايما نكون حاجه معتمده للناس كلها يعني. بس انا بشكرك جدا يا احمد وكل سنه وانت طيب، وانا يعني الحقيقه مش عارفه اقول لكم ايه لانه احنا يعني احنا كلنا تيم واحد في الاول وفي الاخر، وانا مبسوطه جدا انه احنا يعني بنوري للناس المجهود اللي هم بيعملوه. وخلينا بقى نروح للديسك الاخر، ده ديسك الاخبار بقى، يعني هنا يعني كل الاخبار اللي حضراتكم بتشوفوها بتبقى بتتعامل من هنا وليها تسلسل كمان مش سهل. يعني ممكن ناس تتخيل انه هو الخبر ده بيتعمل ازاي، بس لا، هو الخبر ده ليه قصه وليه تسلسل وليه يعني سيكونس كده. خليني الاول ارحب بيك، كل سنه وانت طيب، وعايزاك تحكي لي بقى عن الخبر يعني بدايته بيجي ازاي وانتوا بتعملوا معاه ايه. في الاول الخبر بيجي لنا عن طريق كل سنه طيبين. طبعا في الاول الخبر بيجي لنا من مصادر كتيره ومتعدده. احنا بنعمل اول مرحله تنقيه لان مهم جدا في التوقيت اللي احنا عايشين فيه ده وتعدد مصادر الاخبار ما بين سوشيال ميديا وما بين مواقع غير معتمده او غير رسميه، فلابد في اول خطوه اللي احنا نتاكد من مصداقيه الاخبار لان دي حاجه مهمه جدا للاسباب اللي انا ذكرتها. احنا بيجي لنا الاخبار من مصادرها او من خلال مصادرنا احنا على الارض. في الاول بنحاول نحررها ونوصلها في يعني ترتيب معين يوصلنا ان احنا نعمل ستوري كامله، ما تبقاش ستوري متقطعه او تبقى ان احنا نقدم نص حكايه، نقدم الحكايه كامله من خلال التسلسل بتاع الاخبار. نقطة السرعة والدقة والموضوعية في الخبر دي مهمة جدا لأي وسيلة إعلام في التوقيت الراهن. خلينا بقى نروح للجانب الآخر، زملائنا الأعزاء اللي كمان يعني بيعملوا مجهود كبير جدا. طبعا أكيد أنتوا الأخبار كتيرة جدا، أنا بتكلم عن نشرة فيها ممكن يوصل لستين خبر، بتعرف تلاحق إزاي على كل ده؟ بصراحة نتعود يعني، في البداية خالص كنت بلاقي صعوبة شوية، بس بعد كده الحمد لله مع الوقت بدأت في خبرة وسرعة وبهتم أكتر حتى كمان من كتر الخبرة بعرف الخطأ ألحقه قبل ما يطلع، وبنحاول نظبط الدنيا قبل ما تطلع النشرة. أمنيتك إيه 2019؟ إن شاء الله إن القناة تبقى في أحسن حال وكل واحد يحقق اللي في نفسه. أمنيتك الشخصية بقى؟ الشخصية إن إحنا نتمنى إن شاء الله إن إحنا نبقى إن شاء الله كل حاجة نتمناها والله. يا رب إن شاء الله كل حاجة حلوة وكل حاجة بتتمناها تحصل لك. أنا بشكرك جدا محمد شهود زميلنا، أنا مش عايزة أعطلك بس أنا ما ينفعش أفوت المناسبة دي. محمد شهود يعني واحد من أكتر الأشخاص المثقفين اللي يعني عندهم قدرة هائلة إن هو يحلل الأخبار، ودي حاجة على فكرة مش دايما موجودة. يعني مش كل يعني على فكرة فعلا مش كل الشباب اللي شغالين في الأخبار أو في إعداد الأخبار بيبقى عندهم الرؤية التحليلية والرؤية النقدية. محمد كمان نشط قوي على السوشيال ميديا، بيكتب آراء وبيكتب مقالات، يعني من العناصر المهمة جدا عندنا في اكسترا نيوز، من اهم شباب الاخبار. محمد انا مبسوطة ان انا بعمل معاك اللقاء دلوقتي، وعايزة الناس تشوف يعني هم دول صناع النجاح الحقيقيين، مش اي حاجة تانية ومش اي حد تاني. احكي لي عن شغلك انت، ايه اكتر حاجة صعبة، ايه اكتر حاجة مهمة شايف ان انت لازم تعملها في الشغل؟ يمكن الصعوبة الأكبر داخل النيوز روم هي مواكبة الأحداث. إحنا قدام عالم متغير في كل أحداثه، في تطوراته على مدار الساعة. عندنا مليون ملف بنستعرض عليه، زي ما حضرتك شايفة النيوز روم كاملة قدامنا، عندنا كل الوكالات، كل القنوات من أمريكا، من روسيا، من كل البلدان. فإحنا مهمتنا إن إحنا نقدم للناس وجبة غذائية خبرية متكاملة
وفي وقت متسارع وعلى مدار الساعة، ومش بس مجرد خبر ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث، السياق والخلفية كل ده محتاج قراءات كتيرة، مش مجرد اللي انت بس جاي تأدي دورك او جاي تدي اخبار بس للناس داخل النيوز روم، انت لازم تكون مطلع من قبلها وعارف السياق وعارف ازاي ده حصل وامتى حصل، لازم بالظبط لان كلها متسلسل، واللي في القارة امريكا اللاتينية مرتبط باوروبا، مرتبط بالشرق الاوسط، مرتبط من اللي بيحصل دلوقتي في النمسا، باللي بيحصل في سوريا، باللي في كل مكان هتلاقي كل الاحداث مترابطة، فلازم يكون ذهنيا عندك الربط اللي يقدر يربط الاحداث ببعضها، فتقدر كمان تبني ملفاتك جوه النشره، يعني الملفات اللي المشاهد بيشوفها كمان مهم قوي يا محمد جدا. طبعا طبعا يعني احنا نبني ملف، احنا معاييرنا الاهميه والتقارب بالنسبه بالظبط الحادث، تقارب بالنسبه للمجتمع والمشاهد المصري. احنا في الايام اللي بتبقى فيها الملفات هاديه بنروح على مناطق تانية احنا نخلق فيها الملف، وبندور على الملفات اللي فيها اللي مستخبيه شويه وغيره وغيره وغيره. بس انا من الناس اللي بتستمتع بالشغل داخل النيوز روم. انا بشكرك جدا يا محمد، كل سنه وانت طيب، واتمنى سنه سعيده عليك. استاذ محمد الزلباني يعني طبعا هو مشرف ديسك الاخبار، كل سنه وانت طيب يا محمد. يمكن كمان النقطه اللي محمد شهود زميلنا كان بيتكلم فيها دي كمان انا محتاجاك تكلمنا عليها، انا على اي اساس برتب اخباري، على اي اساس بركز على ملف معين؟ طبعا انا بعتبر نفسي كمشاهد، بشوف اللي المشاهد يعني انا بحط نفسي مكان المشاهد بالظبط، فبشوف اللي يهمني من الخبر ده انا كان قاعد في بيتي عايز الخبر ده يهمني في ايه، يهمني في حياتي، يهمني في وضع البلد، في وضع المنطقه. في خبر مثلا بيفرض نفسه على الموضوع، يعني مثلا لو خبر محلي ممكن بالنسبه للمشاهد في البيت هو مش محتاج ده، عايز يعرف ايه اللي بيحصل في امريكا دلوقتي، في حادثه كبيره في امريكا، ايه الحادثه وايه توابعها، اتصرفوا معاها ازاي، فهو انا بحط نفسي في مكان المشاهد. يعني مش دايما الاخبار المحليه لازم تتصدر، اوقات في اخبار عالميه ممكن تكون ليها اهميه اكبر من حدث محلي ممكن ما يكونش حدث كبير او حدث ضخم. طبعا دلالة الخبر هي اللي بتفرض نفسها على اي حد، يعني على اي واحد، يعني انا الناس بتشوفها في الشارع، الناس بتبقى عايزه تعرف اللي بيحصل، مش بدي له خبر محلي هو مش ما يهموش في اي شيء. بشكركم جدا وبتمنى لك سنه سعيده وكل سنه وانت طيب. صح. خلينا بقى اروح لزمايلنا، ده التيم زملائي الأعزاء، ويمكن أنا هنا بقى يعني هكون شوية شهتي مجروحة لأنه دول ده هنا ديسك البرامج دلوقتي. خليني بقى أسلم على تميم عزمي مدير تحرير برنامج ما وراء الحدث برنامجنا، وتميم من الناس كمان اللي عندهم خفة دم وروح حلوة بياخد الأمور كلها ببساطة، بس كمان طبعا عنده دايما رؤيته لأفكار مبتكرة جدا للبرنامج، شبكة ضيوف جامدين جدا، كمان هو صحفي وعضو في نقابة الصحفيين. اولا كل سنه وانت طيب يا تميم، انا بشكركم على مجهودكم اللي بتعملوه معايا في البرنامج، وبشكركم على استيعابكم لحاجات كتير متغيره بتحصل في اخر لحظه. بصي، بصفتنا احنا كبرنامج مروج في قناه اخباريه لازم ان احنا نكون مختلفين عن نشرات الاخبار، هي صحيح قناه اخباريه بس احنا يمكن حتى من اسم البرنامج بتاعنا ما وراء الحدث مش بنهتم بالخبر بقدر ما بنهتم بالتفاصيل والاسرار والكواليس اللي كانت وراء الخبر ده، وده اللي احنا بنشتغل عليه، واعتقد ده بيضفي نوع من الصعوبه والتحدي في نفس الوقت، التحدي الجميل، وبحس ان انا بقدم حاجة جديدة للمشاهد. طبعا بنخدم عليه بمداخلات هاتفية، بصور، بفيديوهات، بتفاصيل ممكن ما تتلقاش في اي منطقة تانية. يمكن احنا برنامجنا الساعة 8:05، احنا لحد الساعة 8 الدقيقة ويمكن 8:05 فعلا انت بتبقي شغال على الهواء، واحنا بنغير اخبار ومعاكي على طول على بيس، معلش يا مروج في كذا 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 كذا. طبعا الموضوع كلنا بنتقبله بصدر رحب، وكمان ما بنبقاش عايزين ننقل التوتر اللي احنا فيه، احنا بنبقى في توتر كبير قوي، مش ما بنبقاش عايزين نوصله للمشاهد وبصراحه بقى وللمذيعه ونفس الوقت، وانت برضو احيانا يعني بتحسي طبعا بالخبره الاعلاميه الموجوده عندك وبتحاولي برضو تداري توترك ده، ساعات يعني بنتكل عليكي في حاجات كتير، الدخله بتتاخر فطولي شويه. الحقيقه التيم اللي معايا فيري بروفيشنال الحقيقه، لا بجد، وهم بيحاولوا فعلا يستوعبوا لو في اي حاجه حصلت مش يعني مش مظبوطه ان هي ما تطلعش.
كمان من يعني الأبطال اللي خلف الكاميرا اللي مش بتشوفوهم، بيشتغل لنا على الأخبار، بيعمل لنا أفكار تقارير مهمة جدا، بيشتغل كمان على الموضوعات اللي بنناقشها، بيعمل أفكار ممتازة للحلقات. محمد كمان يعني محمد كمان يعني عملي، بيعرف إزاي يجيب الخبر في ساعتها، يعرف إزاي لو غيرنا حاجة يتعامل مع الموقف. إيه أكتر حاجة كانت مميزة في 2018 بالنسبة؟ بداية يا مروج كل سنة وانت طيبة، وكل سنة والمشاهدين بخير يا رب دايما. احنا طبعا 2018 كان عام مليء بالاحداث، وطبعا كلها كانت احداث مبشرة، يعني ان احنا كدولة كمصر يعني بننطلق للافضل دايما. كل الاحداث اللي احنا كنا شغالين عليها كانت احداث ايجابية. احنا طبعا كنا بننتقي الاحداث دي بحيث ان احنا بنحاول بقدر الامكان نقرب وجهة النظر الصحيحة أو بنقرب المعلومة الصحيحة للمشاهد، في ظل طبعا يعني القنوات اللي بتنشر أخبار كثيرة سلبية والمواقع والحاجات، الأخبار طبعا الأخبار اللي هي أغلبها يمكن مش عايز أقول كلها أخبار مفبركة يعني. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نوصل للمعلومة الصحيحة في الخبر اللي احنا بنتناوله، ويعني بنتمنى في النهاية ان احنا نوصل الجرعة المعلوماتية للمشاهد بشكل جيد. ومنياتك ايه الشخصية ل 2019؟ ايه اللي نفسك تعمله او توصل؟ اللي نفسي اعمله او اوصله في 2019 بصراحة سؤال صعب يعني، بس اكيد طبعا. بس احنا كمان في عملنا العمل الاعلامي احنا دايما بتبقى عينينا على القارئ والمشاهد، يعني احنا عايزين كل ما بنجيب خبر كويس بيبقى ده بالنسبة لنا نجاح. كل ما نحقق نسبة مشاهدة اكبر طبعا ده بيبقى بالنسبة لنا نجاح اكبر يعني. خلينا بقى نروح لزمايلنا في آخر النيوز روم، هم في الركن البعيد الهادي، لكن هم الحقيقة بيعملوا بيشتغلوا. ده مطبخ بقى السوشيال ميديا والموقع الإلكتروني بتاعنا اللي بيقدم لحضراتكم الأخبار أول بأول، سواء كان على الموبايل أو على الموقع بتاع أكسترا نيوز، واللي كمان بيتاخد منه أخبار على السوشيال ميديا. مساء الخير يا شباب، كل سنة وانتم طيبين. طيب خليني بقى أسألك عن طبيعة شغلك. احنا يوميا عندنا تغطية كاملة لشاشة اكسترا نيوز من خلال الفيديوهات والأخبار بتاعت الموقع بتاعنا extranews.tv، ودي لأنه متابع السوشيال ميديا مش متابع سهل، لازم تكون في تحري لكل كلمة بتنزل، تحري دقة بتنزل لخبر لفيديو لصورة، خاصة إن هو ده يعني هي دي صحافة في شكلها الجديد، فلازم نكون بنتعامل مع ده بشكل فيه كمان سرعة، نكون بنتدارك الحدث، الأخبار العاجلة طبعا اللي هي موجودة في العالم كله. أنا بشكرك وبتمنى لك التوفيق وتحقق كل حاجة نفسك فيها في 2019. عرفني بنفسك الأول. أنا محمد خالد، محرر قسم الرياضة في موقع. جميل. رياضة بقى، احنا عندنا الموقع بقى ناشط جدا في كل الأخبار، احنا بننزلها قبل المواقع التانية وبنقدم تحليل وبنقدم مضمون وتفاصيل، واحنا عندنا كمان ملف رياضي شيق يعني مش ملف ممل في غزارة. ايه اكتر اخبار انت بتستمتع وانت بتعملها؟ اكيد اخبار محمد صلاح طبعا. ايه اخبار محمد صلاح؟ هي يعني القراء متابعين اول باول اخبار صلاح، وعايزين يعرفوا التطورات في حياة صلاح في انجلترا في اخر ماتشات بيلعبها، مستوياته، تحليل ادائه في الملعب، منافسته على لقب هداف الدوري. الامر ده يعني متجدد باستمرار مع الكرة عايزه تتابع ده على طول اول باول يعني. انا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق دايما، وانتوا عاملين مجهود الحقيقه كلكم، كل التيم الموقع والسوشيال ميديا عاملين مجهود جبار، واحنا شايفين انه الاخبار احنا بنشوفها قبل كل المواقع التانية بتنزل، وبتنزل كمان بمضمون جيد يعني مش باستعجال، بالعكس بتبقى مصاغه بشكل جيد ومتحرره كويس جدا ومتخدم عليها بشكل جيد جدا. بشكرك جدا وكل سنه وانت طيب. محمد، عايزه بقى ايه يعني لو تجيلنا هنا كده. محمد، من العناصر انا عايزه اقول المهمه عندنا في اكسترا نيوز لاكتر من سبب. اول حاجه، محمد شغال بيعمل تحقيقات وبيكتب مقالات ممتازه على الموقع الالكتروني، بس في مفاجاه بقى مش كل الناس عارفاها، انه محمد متخصص في الشؤون الكوريه، ودي من الحاجات الصعبه
لانه احنا ثقافتنا بعيده قوي عن الثقافه الاسيويه، يعني ما فيش ارتباط كبير بيننا، مش كل الناس بتبقى مهتمه بالشان الكوري. بس محمد متخصص جدا، يعني حتى احنا لما بيبقى في نطق اسماء كوريه احنا مش عارفين ننطقها واسيويه، بنروح لمحمد هو بيقول لنا تتنطق بالشكل الفلاني. او من اوائل الناس اللي يعني لفتوا النظر انه الرئيس الكوري الشمالي ما اسموش رئيس كوريا الشماليه، هو اسمه الزعيم الكوري الشمالي. محمد كل سنه وانت طيب، عايزاك تكلمني عن شغلك، ايه سر اهتمامك وولعك بالشؤون الكوريه؟ يعني كان زمان جدا من حوالي مثلا من سنه 2003 كان الدراما الكوريه كانت بدات تدخل مصر، كنت مولع جدا بالدراما. لما اتخرجت من الكليه قررت ان انا اتعلم كوري، فتعلمت من سنه 2013. بدات بعد ما اتعلمت كوري ان انا اعرف التاريخ الكوري في السياسه الكوريه، وخطوه بخطوه بدات ان انا اكتب عن كوريا واعرف يعني التحليلات اللي بتتقدم على المواقع، سواء كانت الصحف الكوريه او المواقع المتخصصه حتى بالانجليزي اللي بيكتبوها سواء عن كوريا الشماليه او كوريا الجنوبيه. انا بس عايزه اقول كمان ان محمد في الفتره بتاعت القمه الكوريه الشماليه الامريكيه يعني كان نشيط على كل المستويات، كان بيتخطف مننا بقى على في كل القنوات والمواقع، بيعمل لقاءات مع اماكن او مع جهات كتير، لانه مش كل الناس زي ما قلنا متخصصه في الشان ده، فهو متميز جدا في المجال ده. انا بتمنى لك التوفيق، وبتمنى ان شاء الله 2019 تكون سنه سعيده عليك وتحقق فيها كل الناس. يا رب تكون يعني سنه سعيده علينا كلنا، علينا في اكسترا نيوز وعلى شبكة سي بي سي وعلى مصر كلها. شكرا ليك يا محمد. أكيد كل عمل ناجح بيحتاج عناصر نجاح، عناصر النجاح بتكون دايما الفريق اللي شغال ورا العمل ده وبيحط فيه من مجهوده ومن ثقافته ومن خبراته كمان السابقة. في ناس كتير أكيد هتحب إنها تشوف مين يعني عناصر ويعني أساس نجاح قناة إكسترا نيوز، واللي مخلياها دايما إن هي شغالة أول بأول بتقدم الأخبار بالسرعة وبالدقة وبالتفاني اللي أنتوا شايفينه. واحد من الخبرات الحقيقة المهمة جدا في مجال الأخبار لسنين طويلة، وهو يعني زي ما نقول عراب النيوز روم، عراب الأخبار، محمد حلمي رئيس ديسك الأخبار في إكسترا نيوز ونائب رئيس القناة. مساء الخير يا محمد. أهلا. إزي صحتك؟ الحمد لله تمام. أول حاجة طبعا كل سنة وانت طيب بمناسبة السنة الجديدة وبمناسبة سنتين عمر إكسترا نيوز. 78 بالظبط. أول حاجة طبعا عايز أسألك عليها وعايز الناس كمان تعرفها، لأنه دي من الحاجات الألغاز أوقات في شغلنا. إحنا قناة ممكن ما نتقارنش بإمكانياتنا المادية بقنوات تانية عربية وقنوات دولية كبيرة جدا، لكن إحنا قادرين نقدم محتوى أوقات كمان بيتفوق عليهم. قادرين تعملوا التوليفة دي إزاي؟ التوليفة أساسها الطموح والتخطيط لقدام. طول ما إحنا عندنا طموح إن إحنا عايزين نبقى أفضل، بنخطط لشغلنا بشكل أفضل، عندنا عناصر بتجتهد طول الوقت إنها تبقى أفضل مما سبق، كل ده هو اللي بيخلينا مع الوقت يعني بنحاول إن احنا نجاري القنوات المالتي ناشونال يعني في نقل الأحداث، طبعا بالاعتماد على يعني مصادرنا سواء في أوروبا أو أمريكا أو الخليج أو في مناطق أو في دول الصراع أو حتى داخليا، بنحاول احنا بشكل أو بآخر إن احنا نقدر نكون في مصاف القنوات اللي بتوصل معلومة للمشاهد بشكل كويس، يعني بشكل تحليلي أكتر كمان يعني. جميل. كمان عايز أعرف منك أنت إزاي كمايسترو التيم اللي بيشتغل في النيوز روم، إزاي بتقدر تطلع أحسن ما في اللي بيشتغل معاك؟ يعني كل واحد أكيد ليه منطقته اللي هو بيحبها، اللي هو متميز فيها، اللي هو بيجدها، إزاي بتعرف تعمل التناغم ده في الشغل وتطلع منهم أحسن ما عنده؟ بمرور السنتين أحب أشكر كل زميل عدى علينا في خلال السنتين مشي أو لسه موجود. التناغم ده بيجي هو نبع ذاتي من كل واحد، يعني كل واحد زي ما قلت حضرتك عايز يبقى الأفضل من فات، عايز إن هو شاف حاجة بحكم اطلاعه على أو متابعته للقنوات التانية، عايز إن هو يبقى يعمل حاجة أفضل منها على الرغم الإمكانيات المحدودة، إلا إنه هو بيحاول إنه ينجح في ده. ده طبعا ده بالتشجيع في الشغل بيحاول
بيحاول ان هو يوصل لاقصى شيء ممكن يطبقه وينفذه عملي. وزي ما قلت لك هو التخطيط، يعني احنا دايما شغالين بتارجت اللي احنا عملناه الشهر ده. التقييم المستمر كمان اعتقد بنقيم نفسنا بالتقييم. التقييم ويوميا احنا بنتابع كل يعني كل المنافسين سواء في مصر او بره مصر، هم تناولوا ايه واحنا ما تناولناهوش، ايه اللي احنا ايه الموضوع اللي احنا تناولناه هم تناولوه باي شكل باي زاويه، ربما كنا زاويتهم احسن مني، فانا احاول ان شاء الله المره الجايه. المراجعه الدوريه دي على فكره دي اعتقد سر نجاح اي شخص. بالظبط، المراجعه اليوميه بشكل كبير جدا هو ده اللي يعني بيخلينا بنحاول طول الوقت احنا نبقى افضل، نحاول طول الوقت ما يتقالش علينا القناه دي كانت كويسه. ونستمر ان شاء الله افضل خلال الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله. احنا كمان انطلاقتنا كانت انطلاقه قويه من سنتين وكل الكوادر موجوده دلوقتي، كوادر ليهم خبره على فكره، كمان حضراتكم ممكن تكونوا مش عارفين بس كوادر كان ليهم خبره في مجال الاخبار لسنين طويله، حطوا كل خبراتهم دي في الشغل. ايه اللي توعد بيه المشاهد المفاجآت بتاعه 2019 اللي اكسترا نيوز هتقدمها؟ ايه التغيير اللي ممكن نعمله في شكل الشاشه؟ رقم واحد احنا نحاول نقدم المحتوى التقليدي بشكل افضل، بشكل اكثر جاذبيه، بشكل ان هو يقدر يوصل المعلومه بشكل اسرع. ان احنا نحاول ان احنا ان شاء الله نعتمد على ديجيتال ميديا بشكل اكبر، وده احنا عندنا قطاع ديجيتال ميديا محترم جدا يعني وكله عناصر كويسه، وده برضو كان من ضمن العوامل المساعده لينا. طبعا مش عايز انسى كل اداره بتساعد الاخبار انها تنجز مهامها، فاحنا ان شاء الله يعني الوعد ان احنا نبقى افضل من مكان، افضل مكان بالتخطيط بالمثابره بالاجتهاد ان احنا نقدم محتوى محترم. يعني امنيتك الشخصيه ل 2019 نفسك تعمل ايه؟ امنيتي الشخصيه انا عارفه جزء منها مرتبط بالجيم. محمد، انا عايزه اقول الاستاذ محمد حلمي من الاشخاص المهتمين جدا بلياقتهم وبيروح الجيم وكده، اوقات بيشجعني يعني يقول لي انت لازم تعملي 3 ساعات جيم في اليوم. فانا فاكره مره قلت لي المعلومه، قلت لي اجري ساعه بعد ساعتين جيم، لو انا حضرتك انا الساعه دي انا بعملها وانا بكون في اخرها بنهج يعني، لو عرفت اعمل ساعه اصلا. بنحاول ده عشان هي شغلانه فيها يعني ضغوط كتير، فبنحاول احنا نخرج ده في الرياضه بشكل كبير. بالظبط كده. اللي هو على المستوى الشخصي يعني انه الشخص مرتبط بالمهنه بشكل او باخر، يعني انه ان شاء الله بلدنا تبقى كويسه تبقى افضل، كل المجهودات اللي بتتم يعني ان شاء الله تاتي ثمارها، تبقى اكسترا نيوز رقم واحد لسنين طويله يعني باذن الله ان شاء الله. واعتقد كمان كلنا نفسنا الشائعات تبطل بقى، ما يبقاش في شائعات خالص يعني، تنتهي هوجه وموجه الشائعات دي تماما. واحنا اعتقد اكسترا نيوز بمجهود استاذ محمد ومجهود كل الشباب الموجودين في القناه، احنا بنتصدى ده بان احنا بننشر الحقيقه، بننشر الاخبار اللي ليها مصداقيه من مصادرها علشان الناس ترجع لنا احنا بدل ما تروح للشائعات. اعتقد دي كمان واحده من الاهداف المهمه. بالظبط بالظبط جدا. هي طبعا واحده من الحروب اللي هي بتواجه مصر الفتره دي وفتره وان شاء الله هتبقى الفتره اللي جايه، يعني ان احنا ان شاء الله نقدر نكافحها بشكل كبير جدا يعني، وربنا يوفقنا جميعا يعني. انا بشكرك جدا. عناصر اكسترا نيوز الحقيقه عناصر كتيره جدا بتشتغل ورا الكاميرا علشان تطلع المضمون اللي حضراتكم بتشوفوه، وجزء من العناصر دي بتبقى شغاله في الاخبار اللي حضراتكم بتشوفوها سواء كان في التغطيات او في النشرات الاخباريه والمواجيز، وجزء منها هو مركز على البرامج. علشان نتكلم اكتر عن البرامج الاخباريه اللي احنا برنامج ما وراء الحدث بالاضافه لمجموعه كبيره من البرامج المميزه اللي القناه بتقدمها بمضمون مهم جدا ومضمون هادف ومضمون بنحاول باستمرار ان يكون على قد المستوى، احنا معانا لقاء مع مدير برامج اكسترا نيوز محمد مرعي. محمد مساء الخير، ازيك؟ مساء النور، ازيك يا مروج؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيب، ويا رب عام 2019 يكون عام سعيد عليك، وان شاء الله كمان نكون دايما بنطور وبنحسن. قول لنا 2018 بالنسبه لاكسترا نيوز على مستوى البرامج قدرنا نعمل ايه؟ 2018 على مستوى البرامج في اكسترا نيوز ممكن احنا نقول ان احنا قدرنا ان احنا عملنا تطوير عن اللي كان موجود في 2017، في مجموعه حتى برامج جديده دخلت في جريد البرامج الموجوده عندنا.
بفورمات مختلفة وموضوعات مختلفة، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نغطي كل القضايا والموضوعات سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية. برنامج شائعات وحقائق عندنا في بقى في برنامج شائعات وحقائق واليوم وغدا، وفي برنامج ان هو برنامج اونلاين خاص بالسوشيال ميديا، وفي برنامج ان هو نقاط ساخنة متعلق بالقضايا الدولية والقضايا العربية. فقدرنا من خلال البرامج دي كمان ان احنا مع باقي البرامج الموجوده زي ما وراء الحدث او برنامج المواجهه او برنامج هذا الصباح، يبقى عندنا مجموعه برامج نقدر من خلالها نقدم محتوى مختلف متنوع يلبي كل ان هو كل الجمهور اللي سواء المصري او العربي محتاجه. كلمنا عن الموضوعات، اختيار الموضوعات، ودي حاجه مهمه قوي لانه اعتقد المحتوى هو الاهم دايما، يعني الكلمه اللي بتتقال للناس هي دي اللي بتعلم، هي دي اللي بتترك الاثر. ازاي بنعمل ده؟ انا وجهه نظري طالما احنا شغالين تلفزيون في قاعده اساسيه كده في شغل الميديا او التلفزيون، يعني هو الكلمه مهمه، بس مع الكلمه هو فكره ان هو المعادل البصري او الصوره البصريه. فدايما حتى في كلامي مع الزملاء في كل برنامج ان احنا دايما ان احنا محتاجين ان احنا تناول الموضوعات كلها بشكل مهني، وفي نفس الوقت لازم نهتم بالمعامل البصري بكل يعني بكل اختلافاته، بحيث ان احنا نقدر المشاهد ما يزهقش ويستفيد ويفضل موجود، ما يقلبش القناه. وده اللي يفرق مثلا ما بين الاعلام المصري مثلا او الاعلام مثلا ان هو الايه خليل الاعلام ان هو المعادي مثلا لمصر نفسه بره، ان هو دايما باني حتى تحليلاته وباني ان هو ساعات الهوى عنده على اخبار كاذبه. انا بنيها على واقع، انا بنيها على حقائق موجوده على الارض، وفي نفس الوقت انا ده توجهي فيما يتعلق بالايه بالامر ده. بس امنيتك الشخصيه طيب 2019؟ امنيتي الشخصيه في 2019 حاجه جديده ان انا اخد اجازه شهر اسافر يعني انا اخد اجازه شهر كده ان انا اقدر اسافر بره. يعني الامنيه دي انا بشاركك فيها جدا، واعتقد كل الناس بتشاركك فيها. انا بشكرك جدا يا محمد، وبالتوفيق ليك، ورب ان شاء الله كل اللي نفسك تعمله يتحقق، وكلنا نفضل دايما تيم مع بعض في اكسترا نيوز، وتكون افضل من قبل كده. ميرسي جدا ليك، كل سنه وانت طيب. شكرا، وبالتوفيق ليكي وكل الزملاء كلهم في القناه. واحنا طبعا واخدين حضراتكم جوه قناه اكسترا نيوز، اكيد حابين تشوفوا الهوا بيطلع منين. الصوره اللي حضراتكم بتشوفوها بتمر بمراحل، بتبدا من جوه البلاتو الكنترول، وبعدين بتطلع عليه استوديو التنفيذ او البلاي اوت. احنا موجودين دلوقتي في غرفه العمليات المركزيه، المكان اللي بيطلع منه كل الشانلز او كل خلينا نقول مصادر الصورة، سواء كانت من جوه الكنترول أو من بره، من مراسل، من إذاعة خارجية، من نقل على الهواء من أي مكان في العالم. برحب بيك باشمهندس، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. عرفنا بنفسك. مهندس أحمد البنا، مسؤول عن الماستر كنترول. قول لنا إيه أهم حاجة في شغلك وأهم عنصر في الشغل؟ هو إحنا شغل الهواء كله اللي هو الفيدات اللي بتبقى جاية من بره، اي اجهزه بتبقى طالعه هواء من اي مؤتمر، بنبقى باعتين وحدات التي في يو اللي بنشتغل بيها، بستقبلها هنا وبنسلمها للبلاي اوت علشان خاطر يقطع عليها، او بسلمها للاستوديو علشان خاطر يقطع عليها ويطلع بيها هواء. زي كان في المؤتمر بتاع مصر تستطيع، كنا طالعين بيه النهارده طول اليوم ان شاء الله، بس فبسلمه للاستوديو او بسلمه بلاي اوت علشان خاطر يقطع عليه وياخد الصوره يطلع بيها على القناه بشكل يطلع بيها الناس تشوفها بقى في البيوت بتاعتهم. طيب خلينا بقى نروح للبلاي اوت. وباشمهندس احمد، مساء الخير. مساء الخير. قول لنا بقى البلاي اوت بيعمل ايه؟ يعني ايه المصادر اللي بتعمل معاها الصوره؟ ايه طبيعه المهام اليوميه اللي انت بتعملها؟ البلاي اوت هو اخر نقطه للهواء، هو تجميعة كل المصادر التانية بقى، الاستوديو، الام سي ار، اخر الشغل. يعني هو بيبقى اخر الشغل، نتعامل طبعا مع الاستوديو، نتعامل مع الام سي ار، ايتمز طبعا كلها، المونتاج بيبعت لنا الفيديوهات والحلقات والكلام ده كله. فاخر نقطة
حلو قوي. انتوا بتتعاملوا مع يعني احداث اوقات بيبقى عندكم كذا حاجه في نفس الوقت، شغل كتير قوي جاي لكم، هل في حاجات بتحتاج ان انت تسجلها ولا كل الشغل بيطلع على الهوا؟ لا طبعا في حاجات بتتسجل وفي حاجات بنأمن بيها على الهوا، وفي حاجات بتتبعت لنا من الام سي ار لو مثلا في ايفنت كبير، مؤتمر او حاجه او كده، في جلسات مثلا. اه طبعا مش هنزاعها دلوقتي، هنزاعها فيما بعد، منتدى شباب العالم وغيره، يبقى حسب سكيدجول معين بيتحط في مواعيده وبيطلع بيه، يعني بنطلع بيه في وقته، يعني في اللي احنا محتاجينه. طول الوقت برضو بيبقى فيه الاوف اير اللي هو الوقت اللي ما فيهوش هوا او ما فيهوش اي حلقه او اي برنامج شغال، بيبقى فيه بقى حاجات مسجله زي ما انت شايفه، بيبقى فيه مثلا وقت الاذان بيطلع. يعني ايه اصعب حاجه في شغلكم او اكبر تحدي بيقابله؟ اصعب حاجه انه المسؤوليه، يعني انت اخر نقطه، يعني الكرو كله لو عمل شغله وانت ما عملتش شغلك ما فيش حاجه تطلع. لا وانتوا كمان بتعاملوا مع شاشات كتير وزرار، يعني ده لو زرار بس حد داس عليه كده ممكن الشاشه كلها تضلم. بالظبط كده، الدنيا تبوظ تماما يعني. فطبعا لازم حرص، طبعا لازم تركيز، يعني ده اهم حاجه في الموضوع. يعني لازم كمان تبقوا يعني برضو ده تحدي كبير، لازم اكون فايق قوي ومركز قوي، وحتى لو انا مش نايم لازم اكون بادي اداء واحد نايم وفايق ومرتاح، لانه انتوا فعلا خلاص الحنفيه الاخرانيه اللي الناس بتشوف الشغل في بيوتها بناء على اللي انتوا بتطلعوا. اكيد دي مسؤوليه. طبعا مسؤوليه كبيره جدا، يعني الغلطه فيها يعني فورة. بالظبط كده. لا ان شاء الله ما فيش اخطاء، لانه كمان فعلا يعني مش مجامله، التيم الموجود هنا كله تيم فيري بروفيشنال وناس شايفه شغلها جدا ومن افضل الناس الموجوده في السوق ان لم تكن الافضل. يعني دي مش مجامله لان دي قناتنا، بس احنا يعني بنشوف انه الحمد لله شاشه اكسترا نيوز من اقل الشاشات اللي بيحصل فيها، ونسبه الخطا وارده على فكره طبعا، لانه احنا بنتكلم في عنصر بشري، احنا كلنا بشر، فاحنا من اقل القنوات اللي ممكن يكون بيحصل فيها اي خطا تقني او اي حاجه تكنيكال ممكن تحصل، وده يعني بيعود لمهارتكم وادائكم للعمل. طبعا اكيد، طبعا تيم بيكمل بعضه، يعني بيكو بالموجودين كلهم. طبعا تيم بيكمل بعضه طبعا. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، كل سنه وانت طيب. ميرسي يا فندم، ميرسي زويك، ميرسي، شكرا. خلينا بقى نروح نشوف بقيه زمايلنا، مساء الخير، وخلينا نروح للتنفيذ جوه نشوف مهندس التنفيذ كمان، هو اكيد عنده حكايات واسرار. مساء الخير يا باشمهندس. وائل عمر، مخرج تنفيذ اكسترا وسفره. ده سيرفر اللي بيطلع من خلاله كل اللي حضرتك شايفاه على الشاشه او اي حاجه بتعرض للمشاهدين. ده البلاي ليست، هي الفكره كلها ان الاعداد فوق بيجيب لي بلاي ليست، انا المفروض ان انا بعمل ابند للبلاي ليست دي. بعد ما اعمل ابند للبلاي ليست طبعا زي ما حضرتك شايفه كده كله تسلسل بيتلعب ورا بعضه. طبعا رؤيه ايوه ما وراء الحلقه على طول، فاول بريك ان شاء الله هنلعبه. طبعا بلاي ليست بيجي لي من فوق في الابند، طبعا انا بعمل ابند هنا للبلاي ليست على السيرفر، والمفروض ان هو بيقرا ورا بعض بتسلسل نفس نظام قائمه الوينامب كده اهوت، كله بيقرا ورا بعضه. في ناس والله احنا بنقول للمهندس والمهندس بيتصرف، او احنا طبعا من خلال خبرتنا في الشغل. طبعا في باك اب، والباك اب هنا على جهاز الانجلس ده الجهاز اللي انا بسجل على طول. طبعا ده الجهاز اللي انا بسجل من خلاله كل حاجه بتطلع على الهواء. انا بسجل على الشانل الاولانيه ده سي بي سي اكسترا، الشانل الثانيه بسجل عليها سي بي سي سفره، والشانل دي والشانل دي انا بقطع عليهم اللي انا بسجله، وبعد كده ببعتهم على السيرفر وبيتعاد بالليل. بقى كل الكلام ده في برامج بتتعاد بالليل، وفي تغطيات زي اللي على الهوا ديت ما بتتعادش طبعا. امنياتك ال 2019 على اي مستوى؟ على مستوى الشغل او على المستوى الشخصي؟ على المستوى الشخصي طبعا والدي ووالدتي ربنا يخليهم لي، وخطيبتي ربنا يديها الصحه كده ويخليها لي، وربنا يكرمنا نتجوز ان شاء الله. يعني يا رب. اولا الف مبروك، ومقدما ان شاء الله يعني يكون زفاف سعيد، واتمنى لكم واتمنى لك كمان حياه سعيده واحلامك كلها في 2019 تتحقق. ربنا يخليك، متشكر جدا، متشكر جدا، متشكر، نورتينا. باي باي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2
احنا موجودين دلوقتي في المونتاج، اعتقد انه في ناس كتير تسمع عن المونتاج بس ما تعرفش بالظبط المونتير بيعمل ايه، او مراحل المونتاج عامله ازاي، او طبيعه الماده اللي بتتمنتج تبقى داخله عامله ازاي وبتوصل في الاخر لحضراتكم للمنتج او البرنامج او البرومو ايا كان المحتوى بيطلع على الشاشه بشكله او بصورته النهائيه. خلينا ندخل بقى واحده من وحدات المونتاج نشوف الناس وهي بتشتغل من غير ما نعطلهم. طبعا مساء الخير، ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وعام سعيد عليكم. عايزه اولا اعرفني كده بنفسك. محمود سيد مونتير مونتير اكسترا نيوز. قول لي يا محمود، انتوا بتشتغلوا على الاخبار اليوميه طول الوقت، ايه اكتر حاجه صعبه في شغلكم، اكتر حاجه انتوا محتاجين تبقوا متابعينها علشان او تعملوها علشان تعرفوا تواجبوا ضغط الشغل المستمر؟ هي بس الحاجه اللي جايه هوا هي اللي ليها الاهميه والاولويه ولازم تطلع بسرعه، فالضغط بس هو اللي فيه توتر شويه بس بتطلع في الاخر الحمد لله مع الحاجه اللي جالنا من الماتيريال والناس اللي بيساعدونا هنا في الان هاوس، فالدنيا بتمشي الحمد لله. لو حاجه جايه لك الكواليتي بتاعها وحش، انتوا انا عارفه ان انتوا طبعا المونترين الاخبار انتوا عندكم انتوا فيري بروفيشنال وبتعرفوا تتعاملوا مع حاجات كتير، بس اوقات في ماتيريال تبقى بايظه خالص، مهزوزه قوي يعني فيها مشكله، بتتصرف ازاي؟ يعني بنحاول بالفلاتر اللي معانا، بس في حد ما بنقدرش نعدي، يعني لو حاجه مدمره خالص لا صعب، في بنقدر بالفلاتر اللي معانا، بس في وقت كده خلاص بقى الماتيريال بايظه خالص ما بنقدرش. واتعرف عليه محمود عبد النبي مونتير اكسترا نيوز. محمود يعني حباك كمان تاخدنا برضو في رتم الاخبار بتاعكو او رتم العمل بتاعكو، انتوا بتعملوا ايه في يعني ايه طبيعه المهام اللي بتبقى موجوده عندكو كل يوم في الشغل؟ بصي، احنا طبيعي كل يوم ان احنا عندنا عدد جولات معين عشان في البلاي ليست، طبعا حضرتك عارفه جولات اللي هي نشرات الاخبار، جولات نشرات الاخبار كل يوم عندنا عدد معين من الشغل لازم يتعمل الديلي ورك معتبط على الاخبار، والوكالات الاخبار بتنزل ماتيريال جديد، فاحنا مطالبين دايما نبقى بنتابع في حدث مهم حصل في دوله ما، ناخد الماتيريال نبتدي نتعامل معاه وننزله ده على مستوى